الافغان. فالشركه دي اللي عملت دي شركه اللي واخده النهارده ضمن شركه اخرى النهارده هم اللي يحتكروا القطاع المدرعات في تركيا. الشركه دي جميع رجال الاعمال اللي هي تابعه ليهم دول المقربين من اردوغان بيستحوذوا على جميع الصفقات الخاصه بالمدرعات التابعه الخاصه بالجيش التركي. مين هم؟ انهي شركه؟ صحاب اردوغان، اصدقاء اردوغان، اقارب اردوغان. يبقى دي شركه اللي بتشتغل لصالح الجيش التركي المعنيه بصفقات السلاح، صفقات اقصد المدرعات للجيش التركي، اصدقاء اردوغان. هم دول اللي استحوذوا بامر من اردوغان مش من حد تاني، فلازم يدوا اردوغان. ليه؟ هنا بقى الفلوس. حصتك كام يا اردوغان؟ نقسم مع بعض، مش انت اديتنا الحكايه دي ودي حاجه فيها مليارات. اقول لكم الرقم، اقول لحضراتكم الرقم اللي الشركه دي بتشتغل فيه لحساب الجيش التركي، 25 مليار دولار. رقم 25 مليار دولار. الشركه اللي هي اصدقاء اردوغان اداهم، الشركه دي هي المسؤوله عن كل شيء خاص بتسليح الجيش التركي من المدرعات بصفقات قيمتها 25 مليار دولار خلال الخمس سنين القادمه. خمس سنوات، 25. اردوغان هياخد منهم كام؟ احسب بقى، انا ما اعرفش عشان مش هقول حاجه ما عنديش معلومه عنها. انا بقول الرقم اللي هو التعاقدات 25 مليار دولار اصدقاء اردوغان الذين يتعاملون مباشره مع الجيش التركي المدرعات. فنعرف مين بينها بتركيا، نعرف مين اللص، مين الحرامي، مين اللي جايب اصحابه؟ اردوغان اللي جايبهم مسكنهم مديهم كل حاجه، كل حاجه. النهارده الجيش التركي كل حاجه، شركاته ومصانعه عملياته ولاده وعيلته كمان، كل اللي بيحصل في تركيا النهارده كل الشركات. وقلت لكم قبل كده المطار اللي حصل فيه وغرق من السيول، قلت لكم عليه من شهرين، وريتها لكم الشركه بتاعته اللي هي ضربت البنيه التحتيه. ولما السيول غرقت اسطنبول الشركه برضه بتاعت ابنه، بتاعت عيلته، بتاعت ولاده، بتاعت الواد اسمه ايه ده اللي ماسك وزير ماليه دلوقتي، اسمه بيرات، البيرات اللي هو جوز بنته. هو اردوغان عمل كده، عمل كده، بيعمل كده. ده طبعا زي ما بقول لكم هذا ما يجري كمان في تركيا.